الآن كارلا، ننتقل لنقطة أخرى لكارلا الإنسانة. هل هناك تعاملات مع فنانين جزائريين، وكيف هي علاقتك مع فنانين جزائريين؟ أنا صراحة علاقتي قليلة مع الفنانين الجزائريين، لأنه أنا بعد ولا مرة زرت الجزائر، يعني كل التعامل بيناتنا هو أونلاين وافتراضي. بس أنا قريبة كتير من فرقة بابلون، من أمين، من رحيم، بحبهم كتير، بوجه لهم تحية، وهن كانوا كتير عم يدعموني. يعني أول شي غنيت زينة، قليلة تلاقي فنانين بيدعموا شخص بغني لهم الكفر تبعهم، فحطوها عندهم على مواقع التواصل تبعهم، وكان كتير عن جد دعمهم كتير عنالي. فنحن فيك تقولي أصدقاء افتراضيين، وإن شاء الله أنا يا ريت بيجمعني عمل فيهم أو عمل بحيالله فنان جزائري. أنا كتير 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 بحب هذا الشيء أكيد، ورح أشتغل على هذا الموضوع. وبدي أقول بعد شغلة كان كتير مهمة نسيتها. لك الخط. كان بدي أقول بس إنه أنا عن جد بدي عبالي كتير أعمل عمل لإلي جزائري، مش كفر، عبالي كتير أعمل شيء جديد لإلي، وعم فتش على كتاب وعلى ملحنين من الجزائر أشتغل معهم. فيلي عم يسمعني هلأ، يلي عباله يبعث لي أشياء، أنا جاهزة، يبعث لي على مواقع التواصل عندي، وحيالله شخص بتعجبني اللحن والكلمات باللهجة الجزائرية، أنا مستعدة أغنيها وأعمل أغنية لإلي باللهجة الجزائرية. عن جد أنا كتير كتير بحب.